باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. هل نفسك تبارك الرب على إحساناته أم لا زالت متذمرة؟ الموضوع متعلق بطريقة تفكيرنا. هل تنظر للأحداث بشكل متشائم أم سلامك الداخلي يتفوق على الأحداث المحيطة؟ هناك مصدر وحيد للسلام الروحي وهو المصالحة مع الله. الخبر الحزين أننا لا نستطيع الصعود للسماء ومصالحة الله، أصلاً لن نستطيع الدخول لمحضره، لكن الخبر الجميل أنه هو من يستطيع المجيء لنا ومد يد المصالحة. هل تؤمن بذلك؟ ابحث عن تلك المصالحة لأن الله أجراها، وكل المطلوب منك هو البحث عنها. يا إلهي، أنا راغب من كل القلب أن أتصالح معك ومعالجة موضوع الخطيئة الذي يعيق تواجدي في محضرك. أنا راغب بالحصول على ذلك السلام الداخلي لكي ما أسبح اسمك القدوس على الدوام. آمين. نصلي دائما لله الآب باسم الرب يسوع وبقوة الروح القدس، متحدين مع أمنا العذراء وسائر القديسين والملائكة. آمين.